انترودكشن، وان كان العلم ده يعني علم الديزاين، هو علم كامل، علم الديزاين، علم التسويق، علم البراندنج اصلا، ده علم كامل متكامل موجود في كتب وبيدرسوا عليه رسائل ماستر وبيشتغلوا عليه شغل شركات كبيرة. هي مجرد النهاردة ان احنا هنحط الناس على التراك، بداية التراك يا جماعة اهو، بداية التراك اهي، اللي حابب يتعمق قشطة، اللي حابب يدوس ويتعلم مجرد علم قشطة، اللي حابب يمارس قشطة، اللي حابب ياخده كفريلانسنج برضه تمام، تبقى الدنيا زي الفل. طبعا انا مش هحتاج ان انا اقعد اتكلم كتير، انا ما بحبش اتكلم اصلا، هحتاج ان انا اسمع منكم، واحتاج ان احنا نشوف الدنيا مع بعض في انتر اكشن يكون كويس معانا كده باذن الله. ان شاء الله السيشن تكون خفيفه لذيذه، نبدا على بركه الله. هنتكلم النهارده على 6 محاور على مدار العنوانين اللي احنا قلنا عليهم. اول واحد وهو الجرافيك ديزاين، ثاني عنوان ديزاين سكيلز، ثالث واحد وهو البراندنج باور، رابع واحد البراندنج استراتيجي، خامس واحد الايدنتيتي الهويه البصريه، والديزاينر اتيتيود اللي في الاخير خالص. وانا ليا عندكم في اخر السيشن انه ليكم جزء كبير، مفاجاه كبيره خلاص مجهزه لكم في الاخير، هتقدر هتفيدكم جدا جدا جدا، وهتفضل ماشي معاكم طول التراك، وفعلا تكون هيد ستارت قويه لينا باذن الله. توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما، توكلنا على الله. زي ما احنا شايفين الصوره، فاكرين في اول يوم في الجنرال في الاوبننج كنا قاعدين مع بعض وجايبين صورتين، والشباب قاعدين بيعلقوا وبيتفرجوا ويقولوا ده ايه وازاي دي معناها كذا، وطلعنا من الصوره 20 معنى، وطلعنا من الفكره 30 الف طريقه ممكن نقدر نتحرك بيها. كلنا جربنا وكلنا شاركنا، اكيد في ناس من الموجودين دلوقتي كانوا شاركوا في اول يوم. لكن لما نيجي نشوف صوره زي دي هنكرر نفس السؤال بقى تاني، عاوز الناس كده تبدا بقى يعني ايه، تبدا تتفاعل معايا اكتر. الصوره اللي موجوده قدامنا دي هو شخص واقف على هرم، ومش هقول اكتر من كده لان الصوره واضحه قدامكم. حد يقدر يشاركني كده سريعا يقول لي هو شايف ايه قدامه في الصوره؟ الصوره ممكن تعبر عن ايه؟ الشباب محتاجين يسخنوا لسه لهم كده. طيب حد حابب يشارك؟ حد حابب يقول لنا ايه اللي ممكن يكون موجود في الصوره اللي قدامنا دي، او الصوره اللي قدامنا دي بتعبر عن ايه اصلا؟ طب انتوا سامعين؟ انتوا معايا تمام؟ ايوه في ناس على الشات. حلو، في حد رافع ايده؟ الاء نبيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايه اخبار يا آلاء؟ الحمد لله بخير. هي الصورة بتحمل يعني، هي الصورة ليها كذا معنى، بس المعنى الأوضح ليها مثلا إن مهما سقف طموحاتي كان عالي أنا هقدر أوصله، يعني طول ما أنا واثقة في نفسي وعندي عزيمة وعندي إرادة ومستعينة بالله ان انا هقدر اوصل للي انا عايزاه مهما كانت العواقب، لان كل شيء في الحياه عواقب، بس هتوصل للي انت عايزه طول ما انت ارادتك موجوده ومستعين بالله. ده اول حاجه جت في بالي اول ما شفت الصوره. جميل جميل جدا، شكرا يا الاء. طيب احنا معانا حتى بعد الكومنت الاء في ناس على الشات نفسه، الانتصار والقدره على الوصول للثبات، يوما ما ساصل للقمه، الحريه، تحقيق الاهداف والوصول للقمه. برضو ده حد وصل للقمه. ده بعد اذنك يا الاء ممكن نعمل ميوت؟ صوره دم استريح ثاني. ياسمين يحيى. طيب في برضو بقيه الكومنتس، ليس من السهل ان تصل للقمه،
في برضو الوصول غير المتوقع زي العادة، احنا جربنا الكلام ده كتير خلاص، احنا بقينا يعني ماستر في الموضوع ده، ممكن من الصورة نطلع 1000 معنى، one word with one picture، one picture اسف with 1000 word، احنا ممكن الصورة توصل لنا 1000 معنى ب1000 فكرة. لكن الكور الاساسي بقى، تعالوا ندخل مع بعض بشكل جدي شوية، الكور الاساسي دايما 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 لاي حاجه ليها علاقه بالجرافيك ديزاين، قبل ما نقول هو ايه وقبل ما نتكلم عنه هو ايه، وهي الايديا، الفكره. انا كجرافيك ديزاينرز باخد الفكره وبوصلها للي قدامي، اعمل لها فيجواليزنج، اشغلها كسماع، اعملها فيديو، اعملها برينتينج، كل الكلام ده. طيب انا قبل ما نخش اصلا، قبل ما نخش ونتكلم، انت جاي تكلمنا عن حاجة ممكن ما تكونش مشيت فيها كتير. لا انا عبد الرحمن شوشة، ميديكال ستودنت، في سنة رابعة، لكن انا ليا تقريبا خبرة 8 سنين في مجال الجرافيك ديزاينز. ما كانش الموضوع من اول يوم بالساهل، ما جاش اللي هو خلاص انا النهاردة اعمل ديزاين بكرة هبقى جامد وخلاص ما فيش بعد كده، ده الموضوع خد فترة، أصلا بياخد فترة ورا التانية ورا التالتة، هنيجي نتكلم عليها قدام في الستيبس إزاي أنا أطور من نفسي وإزاي أبدأ المجال صح عشان أعرف أوصل صح، وإنه في فترة من الفترات أصلا هتيجي عليا إن أنا أبقى مستعجل النتيجة بتاعتي، فترة من الفترات هتيجي عليا إن أنا شايف الموضوع عاجبني من بره بس أنا مش عارف أينفولف فيه، مش عارف أعمل الحاجة دي، ده بالنسبة لي بيكون تحدي، يا إما أكسره يا إما أفضل واقف عنده. حاجات كتير قوي قوي موجوده ما بتبقاش من ليله وضحاها، كل الكلام ده عشان اقدر يجي في بالي فكره اقدر اعمل لها فيجواليزنج. بمعنى تاني الايديا هي الكور بتاع الديزاين. انا جات لي فكره في الشركات، اتوقع انك سمعتوا عن المسمى الوظيفي ده اللي هو الكرييتيف دايركتور او الكرييتيف ديزاينر، بيبقى واحد تحته ثلاث اربع خمس مصممين باختلاف تخصصاتهم. بكل بساطة بكل بساطة هو بس تيجي في باله الفكرة يرسمها على ورقة، فلان نفذ فلان نفذ وهكذا، احنا ماشيين مع بعض مجرد التنفيذ. دي وظيفة أصلا اسمها كرييتيف دايركتور، واحد شغلانته يطلع أفكار بس عن دراسة، مش مجرد كده إنه إيه دماغه شاطحة خالص فيلا كل شوية بفكرة، لا عن دراسة الكلام ده كله هيجي إن شاء الله من إيه، ما نسبقش الأحداث بإذن الله. طيب لو هنبدأ نعرف بشكل سريع ايه هو الجرافيك ديزاين، ممكن حد يشارك معايا في النقطة دي؟ ايه هو الجرافيك ديزاين؟ عادي 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 والله، ممكن اي حد يشارك يقول اي حاجة، الدنيا تمام. محدش موجود؟ طيب اقول انا، ايوه احمد شوقي علي، تمام. سامعني كده؟ تمام كده الصوت واضح. السؤال ايه انواع الجرافيك ديزاين؟ ايه هو الجرافيك ديزاين اصلا؟ الجرافيك ديزاين يعني يعني مثلا بالنسبة للشركات تصميم اللوجوهات، اختيار الثيم بتاع الشركة، الألوان، زي مثلا وي، في شركة وي مثلا بتاع الاتصالات اللون البيربل والمزرق شوية، ده من ضمن حلو الجرافيك ديزاين. جميل، يعني الثيم العام بتاع الشركة والمنتجات بتاعتهم وكده. حلو حلو جدا، تمام، اشكرك يا احمد. عمر، هو يعني نوع من أنواع التواصل البصري لتوصيل فكرة معينة بطريقة محترفة شوية. جميل جميل جدا، حلو، أشكرك يا عمر. أحمد إبراهيم، هي عبارة عن صورة بتوصف أو بتوضح فكرة معينة بشكل مبسط. حلو جميل جدا، ناخد برضو نبذة سريعة من الكومنتس.
تصميم صور لعمل ماركتينج، تصميم او فريلانسر اشتغل بيها فكره تتسوق كويس، تصميم بسيط بيعبر عن فكره مثلا، ممكن يكون بسيط بس معناه كبير، زي شعار امازون مثلا حلو، تصميم صور اعلانات وعبر عن مشروع او فكره في تصميم زي صوره فيديو، تمام، دعم تصاميم مختلفه. كلنا متفقين زي ما احنا بدانا الانترو بتاعتنا ان الديزاين هو فكره، لكن احنا عندنا مفهوم مغلوط سيكا، ان الجرافيك ديزاين هي الصوره، الجرافيك ديزاين هي الفيديو بس. الجرافيك ديزاين يعني هي كل حاجه احنا بنشوفها قدام عينينا، ده معمول جرافيك بس 3 دي، وبعد كده انطبع. القلم اللي انا ماسكه ده، الموبايل معمول في جرافيك ديزاين، معمول 3 دي وانطبع ومعمول شركات بتصنع الموبايل. الصوره اللي قدامكم دي اللي هي موجوده في البرزنتيشن دي جرافيك ديزاين. اقول لكم على حاجه، الاوديو كمان في ناس اعتبرته كنوع من انواع الجرافيك، لانه بيخدم او بيوصل الفكره اللي الجرافيك عاوز يوصلها، الاوديو نفسه او الصوت نفسه. ملفات البي دي اف جرافيك ديزاين، الدوكيومنت جرافيك، كل حاجه جرافيك، كل حاجه موجوده قدامنا جرافيك باختلاف انواعها وباختلاف مسمياتها. الديزاين اللي هو التصميم بقى، الديزاين اللي هو بتاعنا اللي احنا عارفينه عادي، ان انا اخد الفكره اعمل لها فيجواليز صح. خلينا ندخل بشكل سريع، وات از ذا جرافيك ديزاين؟ بشكل سريع كده، في عندنا منظمه اسمها الامريكان انستيتيوت اوف جرافيك ارتس، اعتبرت ان الديزاين ذا ارت اند براكتس اوف بلاننج اند بروجكتنج ايدياز. واخدين بالكم من كل كلمه في الديفينيشن؟ الديفينيشن ده مهم جدا جدا، لانه احنا هنتكلم عليه بعدين قدام. ذا ارت ما قالكش ذا يعني ما قالكش ان ده العلم، لا، قال لك ذا ارت الفن اوف براكتس، ذا ارت اند براكتس اوف بلاننج اند بروجكت اند بروجكتنج ذا ايدياز اند اكسبيرينس. هاخد الفكره اشكلها في دماغي، الفن مش مجرد ان انا ارسم ده اسمه فن، لا، ان انا اشكل الفكره في دماغي ده فن. ديزاينرز كتير قبل ما يجي لهم، الاول ما يجي لهم الفكره يقوم مطلع سكتش قلم رصاص ويقوم راسم عشان يبدا ينفذ بعد كده الفكره بتاعته ويعيش على كده. في ناس اللي هو المونتيرز بيعمل ستوري بورد كبيره كده، يجيب ورقه كبيره يكتب عليها الشكل الفلاني كذا والمشهد الفلاني كذا، كل ده بينزل الفكره بتاعته بحيث ان الاشخاص اللي بعده هيبداوا ينفذوا وهيبداوا يتحركوا معاه. ده بشكل سريع بشكل نظري، لكن لما نيجي نتكلم ونقول ان الجرافيك ديزاينز دي انواع، فاحنا هنتكلم عن اربع انواع رئيسيه. اول نوع موجود معانا هو الموشن جرافيك. انا هخش من التقيل، مش هدخل المره دي بقى من نوع الفوتوشوب والكلام ده كله، لا، انا هدخل من ناحيه الموشن جرافيك على طول، اللي هو فيديوهات الانفوجرافس والفيديوهات الفلات اللي احنا بنشوفها موجوده على طول قدامنا. ودي بتتعمل برنامج اسمه ادوبي افتر افكتس. بالمناسبه احنا النهارده هناخد جوله على كل البرامج او كل التولز اللي ممكن نقول ان هي ستارت اوف ذا بروفيشناليتي. خلاص احنا هنبدا من النهارده، هنبدا ناخد طريق بروفيشنال. في برامج كتير قوي، لكن اللي انا هتكلم عليه النهارده هم دولت، يعتبر البدايه الحقيقيه لاي مصمم جرافيك. عندنا الموشن جرافيك النوع الاول، بيتكلم بينفذ فكرته برنامج الافتر افكتس، الفوتو ايديتنج، ودي طبعا هتيجي حاجه مختلفه بقى عند الشباب اول مره يسمعوا بيها، ان الفوتوشوب مش برنامج ديزاين، الفوتوشوب بتاع فوتو ايديتنج اصلا مش برنامج ديزاين ولا غيره. تمام، في برنامج اسمه لايت روم، ادوبي برضو تبع مجموعه ادوبي، في برنامج اسمه بيكس ارت اكيد موجود على الموبايلات بتاعتنا كلها. تعال ندخل على النقطه اللي بعدها، الديجيتال اند برينتنج. الفوتوشوب ممكن يدخل فيها اذا كان هيستخدمه كسوشيال ميديا، تمام، هنجيب صوره ونعدل عليها بحيث ان هي تبقى للسوشيال ميديا. الالستريتور، برنامج اسمه ادوبي الستريتور، ده برنامج مخصص اساسه كده طباعه، انا هعمل اي حاجه ليها علاقه بالطباعه هنتكلم عليها قدام ان شاء الله، هو الالستريتور. الانديزاين هو برنامج تصميم الكتب، ادوبي انديزاين، هنتكلم عن كل برنامج وهنشوف الواجهه بتاعته عامله ازاي. نقطه بقى المونتاج والاوديو اللي احنا لسه متكلمين عليها قبل شويه، ادوبي بريمير وادوبي اوديشن. ادوبي اوديشن ده بتاع الصوت، ادوبي بريمير ده بتاع الفيديو اديتنج. فيلمورا اكيد كلنا عدينا عليه او اغلبنا عدى عليه، وكامتازيا اللي هو برنامج الريكورد سكرين، وبرضه بقى يطوروه اكتر واكتر انه يعمل حاجات للمونتاج وحاجات للكلام ده. طيب لو جيت ممكن نقول نسال سؤال، في انواع جرافيكس ديزاينز ثانيه موجوده انتوا شايفين ان هي مش مذكوره قدامنا هنا اصلا، ولا كل الكلام كله موجود؟ احمد اللي معانا، تمام، لا ده احمد النهارده، انا حاسس ان الجرافيك ديزاينر من زمان يا ابو حميد.
تفضل يا أحمد معنا. طيب الهوست ثانية واحدة بس هيدخل على طول يعمل، ممكن تكتبوا لنا على الكومنتس لحد ما الهوست بس يقدر يعمل انميوت لأحمد. هو هل بس في يعمل حاجة؟ ريز هاند لان مش باين. خلاص تمام. تمام. في ال 3D asset design blender مثلا حلو حلو جميل. مش ايوه موجود كده هنا. ايوه كده، انا عاوز الناس تبدا تشتغل معايا. جميل. احمد انت في هندسه صح؟ لا انا في كلية الطب. برضه طب. هو بتوع طب هم اللي محكوم عليهم مونتاج. طب تمام. لا احنا كده هنكمل مع بعض. حلو تمام. ايه تاني ممكن نقوله غير ال 3D؟ ممكن ما يكونش موجود. بالمناسبه البرزنتيشن ده انا هاجي في الاخر خالص هقول لكم على كام نقطه، فانا عاوزكم تبقوا مركزين بس فيه، عشان انا لما اجي اسال سؤالي في الاخير الاقي حد يقدر يتفاعل معايا فيه، لانه كذا نقطه هكون مركز عليها وهي محطوطه متعمده جدا جدا جدا. تمام. ايه تاني حد شايف من الشباب اذا في اي حاجه مش مذكوره غير برنامج 3D؟ نوران توضيحا يا شباب، بس حاجات ال 3D هي اللي بتصمم اشكال الغرف مثلا، بتصمم اشكال المباني الهندسيه، بتصمم القلم بيبان قدامنا كانه مجسم، فدي حاجات 3 اللي دي هي ممكن تبقى من برامج قريب. الأوتوكاد والتصميم المعماري عموما كلها بالظبط. وال 3D Max، وكمان في برامج تانية بس أنا صراحة مش قادرة أفتكر الاسم بالظبط، بس هي وأنا اللي هي كانت بتعمل المفروض فيديوهات انفوجرافيك. حلو. هو الافتر افكتس احنا هو ده ابو اي حاجه ليها علاقه بالانفوجرافيكس، هو ده الاب الروحي ليهم اصلا كلهم على بعض. تمام. اشكرك يا نوران. محرم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني ممكن مثلا ان احنا ندرج السوليد ووركس والكاد والحاجات دي من تبع البرامج دي ولا لا؟ هو احنا ممكن ندرج، انا بتكلم على نوع، انا مش عارف يعني البرامج كده كده موجوده، يعني نوع 3D ديزاين من ضمن الموشن جرافيك او من ضمن الجرافيك ديزاين 3D. انا عاوز نوع تاني موجود او كده 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 هنيجي للتولز وهنتكلم وكل واحد هيفيد الاكسبيرينس اللي عنده ان شاء الله. تمام. تمام. في حد بيقول الوايت بورد انيميشن. حلو حلو جدا. وايت بورد انيميشن ده برنامج فيديو سكرايب برضه هنتكلم عليه قدام. حلو. في حد كان بيسأل المحاضرات الديزاين هتكون سلسلة؟ لا هو النهارده بس هنقعد مع بعض كده ايه بشكل سريع. اللي حابب يتوسع في الموضوع بقى زي ما قلنا في الاخر المفاجأة هتبقى موجودة يعني ان شاء الله متحضرة جاهزة. طيب. فارس حابب تشارك معانا؟ اتفضل. السلام عليكم. كيف حالك كوتش؟ عليكم السلام ورحمة الله. شو اسمه بدي احكي لك، بس انه انا مره فتره اجت انه دخلت على الفوتوشوب ونسيت ايش كمان، بس الفكره انه في مواضيع الديزايننج هذه والحاجات اللي زي هيك البرامج وكلها، فكيف الواحد انه مثلا يستمر علشان انه يوصل للي بده اياه؟ لانه انا لاحظت مثلا انا مش شاطر في الرسم وكذا، فبكون عندك هيك مجال ابداع او انه كيف تطلع الحاجة حلوة وكذا بتكون محدود، مش زي الناس اللي بتعرف ترسم وهيك لأنه بتعرف تجسم الحاجة اللي بدها تشتغلها على مثلا ك 3D أو إلى آخره، بتعرف تجسمها على الورق. فسيبته عشان هذه الحاجة هيك، بس مع إنه خاطري في الموضوع هيك. اسمح لي أقول لك إنه مفيش أي حاجة بتقدر تحدد مجال الإبداع عندك نهائي. توافقني في شكرا. النقطة دي؟ أنا ده عن تجربة، أنا شخص ما بعرفش أرسم. حلو. برسم يعني طبعا اتعلمت الرسم في الاخر لحاجات تانية كنت محتاج ان انا اوصل لها يعني، لكن انا عبد الرحمن مثال تطبيقي اهو قدامك، انا ما بعرفش ارسم وليا في طيب مجال الجرافيك ديزاين 8 سنين، انا ما من شاء اول الله يوم وانا ما بعرفش ارسم. ايه ما شاء هنيجي الله. قدام ان شاء الله، هنيجي قدام. حلو. خلي السؤال ده عندك عشان هسألك في الاخر يا فارس، هقول لك لقيت له اجابة ولا لا. تمام. وانا دونته عندي خلاص. تمام خلاص ربنا يخليك اوكي ان شاء الله. شكرا شكرا.
ربنا يخليك يا فارس. طيب خلونا ندخل بشكل مفصل اكتر في نقطه دايما بتبقى مغلوطه بعد ما عرفنا الانواع وبعد ما عرفنا الدنيا كلها، فاضل تكه بس بسيطه في الانواع. في ناس بتحط الديجيتال مع البرينتينج في نفس الخانه، مع انه ده في وادي ده في وادي اصلا النوع ده بالذات. يعني لما نيجي نتكلم عن النوعين اللي هو النوع الاول اللي هو الديجيتال، هو بيتكلم اساسي بقى عن السوشيال ميديا، عن الادز اللي هي اللي موجوده قدامنا في اي موقع كان، مش شرط بس مواقع التواصل، الموشن جرافيكس، لوجوز، الالستريشنز، كل الكلام اللي موجود قدامنا ده على الشاشه اللي الشاشه دي بتعرضه لنا، ده اسمه ديجيتال. انا شايفه على شاشه الموبايل، تلفزيون، على لابتوب، ايا كان شاشه بتعرضه بستلم الفيجوالايزنج من الشاشه، ده اسمه ديجيتال. طب البرينتينج، انا قدامي معايا ورقه مطبوع عليها خلاص، معايا فلاير، معايا بزنس كارد، معايا اي دي، كل الكلام ده ليه علاقه بالبرينتينج. في ناس بتقول لك ديجيتال برينتينج اللي هي المطابع الرقميه، في ناس يقول لك برينتينج بس، في ناس يقول لك ديجيتال بس. لازم نفرق ما بين ده وما بين ده، لان كون المفاهيم دي تكون واضحه لينا من دلوقتي هتسهل علينا حاجات كتير قوي قدام لما نوصل لها باذن الله. طيب احنا دلوقتي خلاص عملنا بيز لطيف جدا جدا جدا. قبل ما ننتقل بقى للنقطه اللي بعدها، انا حابب اسمع زي ما فارس قال قبل شويه، حد عنده سؤال حابب يطلع بيه من السيشن النهارده، او حاجه حابب يطلع بيها من السيشن، متوقعه من السيشن النهارده؟ اتنين اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كنت حابب يعني بعد السيشن ما تخلص، يعني اللي انا في خلال سنتين يعني اكون جاهز اللي انا ابدا في المجال ده. تمام حلو ان شاء الله. يعني اشكرك ان شاء الله يا مسهل الحال. اسماء، اسماء ناصر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متوقع في آخر السيشن هيبقى حضرتك هتدلنا مثلا على كورسات أو داتا معينة هناخدها اللي هو نبدأ المجال ده، هعرف يعني هدي فيه ولا لا، عشان كتير قوي بكون عايزة أعمل حاجة وبديها الآلاء اللي هي اتكلمت، عشان هي في اللجنة في الفاو عندنا فبتعمل لي ده، فأنا بتمنى أشيل العبء من عليها وأعرف أنا المجال ده إن شاء الله. تمام جدا. أم ياسم، أنا مش هرد بالمناسبة، أنا أي حاجة هتتقال دلوقتي أنا مش هرد عليها. هسألكم في الآخر بقى إن شاء الله، هل لقيتوها ولا ما لقيتوهاش في الآخر بقى إن شاء الله. تمام، أشكرك يا أسماء. آلاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وأنا متوقعة إن في نهاية السيشن يعني أكون قدرت أكون ملمة بالجوانب اللي هقدر فيها إني أخوض في الديزاين بشكل كبير. لان انا اوريدي بدات فيه، بدات في المجال ده بقالي فتره، بس كنت عايزه الارشادات الصح اللي هتمشيني في الطريق، واحس ان انا ماشيه في الطريق بالشكل اللي هو يعني هيوصلني للطريق فعلا اللي انا عايزه امشي فيه دوت. فمتوقعه ان نهايه السيشن هتكون عظيمه باذن الله، واكون استفدت منها وطالعه منها يعني كده، وحاسه ان انا خلاص كده ماشيه في الطريق الصح باذن الله. باذن الله، باذن الله يحصل ان شاء الله. طيب في حد برضو باعت على الشات عاوز اعمل لوجو بطريقه عاوز اعمل لوجو بطريقه محترفه. تمام مش مشكله. طيب كده عشان بس اسجلها عندي. تمام خلونا نبدا. خدنا التوقعات ان شاء الله نكون عندها. خلونا احنا كل ده كبيز لازم يكون واصل لينا، الانواع بتاعت الجرافيك ديزاين. الجرافيك ديزاين مبني على ايديا، الايديا دي لازم نعمل لها فيجوالايزنج، هي ده هو ده الجرافيك ديزاين اصلا. اتكلمنا على الانواع بتاعته، كل مره هنعمل ريكاب سريع كده لحد ما نوصل لبيز معين كده، خلاص احنا كده زي الفل نقدر نتحرك في الجرافيك ديزاين. اول نقطه هتلامس اول سؤال اتقال، تمام، اللي هو نقطه سمول ستيبس تو جريت ستار. حد ما بداش خالص نهائي حابب يبدا وحابب يتعرف الدنيا ماشيه ازاي، اول نقطه هتقابله لازم يعرف هو رايح فين نفسه، ودي انا ما ذكرتهاش هنا لانه مش هيبقى متاكد من نفسه قبل ما يبدا يدخل في المجال ده.
مجال الديزاين زي اي مجال تخصصي، ممكن اي حد يدخل ويتعلم ويبقى اكسبيرينسد ويبدا يتحرك واحده ورا الثانيه ورا الثالثه، ابجريد نفسه. مجال ما بيقولش لا، ما بيوقفش عند يوم وليله. شايفين الترند لانواع الديزاين او الاشكال بتاعت الديزاين النهارده مش زي امبارح ولا زي اول ولا غيره، كل مره ترند مختلف شكل وستايل مختلف شكل، وكل حاجه من دي بنحب نواكبها، بنحب نكون موجودين معاها دايما على الخط. فاحنا اول حاجه لازم كل واحد يكون عارف قبل ما يدخل هو حابب مجال الديزاين، حابب، لانه لو دخلها عشان يعمل غرض ويطلع هيعمله، مش هقول لا، والموضوع سهل جدا. بس هيجي في فتره من الفترات اللي هو هتلاقي نفسه بياخد على الجاهز ويمشي، بياخد ويتكل على الله، ولا استفاد في المكان ولا كانه حرك فيه. اول نقطه فعليه موجوده، لازم اتعرف على التولز اللي موجوده قدامي. ايه هي التولز اصلا؟ التولز برامج الديزاين اللي احنا كنا متكلمين عليها قبل شويه واللي احنا ما ذكرناهاش زي ما الشباب كانوا قالوا. التولز الحاجات اللي انا بستخدمها في وسط الالوان، التولز الحاجات اللي انا بستخدمها كاشكال، الحاجات التولز اللي هي الحاجات اللي بتقدر تساعدني انا كديزاينر عشان اقدر اتعامل معاها بشكل معين محترف، اقدر اطلع بيها الحاجه دي. اول نقطه. تاني نقطه، ديزاين له روتس، مش مجرد اي حد حابب يخش في ديزاين يدخل، واي حد يبدا ديزاين يبدا، واي حد يببلش ديزاين يببلش، مستحيل. في ناس احنا بنشوف الديزاينز بتاعتهم نقعد نضرب ونسقف ونقول الدنيا تمام زي الفل، في حد تاني يشوف الديزاين بتاعه ده لسه متعلم امبارح ولا اول امبارح، او ما اتعلمش صح، ما بداش السلم من تحت، تمام. فدي رولز معينه هنتكلم عليها ان شاء الله. يمكن العمود بتاع الديزاينز يمكن هي اكتر طريقه بقى، او المرحله اللي بتطول، مرحلة الفيجوال نيوتريشن أو التغذية البصرية. دي بقى حوار كبير قوي 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 هنتكلم عليها برضو قدام. يمكن هي دي الكور بتاع الجرافيك ديزاين أصلا، لأن إحنا قلنا الجرافيك ديزاين هو إيه؟ هو أيديا. الأيديا هجيبها منين؟ من فيجوال نيوتريشن. هشوف أفكار كتير قدامي، هختار أنا أعمل زي دي، وأجيب من الحتة دي على دي وعلى دي على دي، أكمع أكون الكومبوننت بتاعي أنا. تمام؟ آخر نقطة الفيجوالايز، بعد ما عرفت كل حاجة وظبطت الفكرة وعملت نفس البيز وكل حاجة، يلا أبدأ أنفذ. وابدا اصمم عشان ابدا اعرض للناس الشغل بتاعي. واضحه؟ نقطه مهمه بسيطه كده قد كده. في ناس مستصعبه التولز، التولز دي ممكن اتعلم برنامج في اسبوع واجيبه من اوله لاخره كل تفاصيل اسبوع، مش سنتين. يعني كان تقريبا كان عثمان كان بيقول سنتين في اسبوع اقدر اجيب برنامج كله على بعضه بكل تفصيلاته الصغيره والكبيره. بس هل انا اعرف انفذ بيه؟ لا. هل انا هقدر اتعامل بيه؟ لا. هتعامل مع التولز اللي جواه؟ لا. هعرف فيجوالايز على حسب السوق؟ لا. كل الكلام ده كله لازم يبقى ليه بيز، مع الصبر مره مع الثانيه مع الثالثه، في كذا ستيب معينه هنتكلم عليها ان شاء الله. فمحدش يعول على فتره زمنيه نهائي، خد الموضوع في فري. كل ما تلاقي انت اصلا كديزاينر، كل ما تلاقي يعني دي كانت فتره موجوده مره ريت فيها انا شخصيا، كل ما تعمل ديزاين خلصته شفت ديزاين ثاني، لا طب انا هضيف الحته دي هنا، مع اني كنت لسه قافل الديزاين، لا ارجع اضيف، طب شويه لا ارجع اضيف، شويه لا طب هرجع اكمل، طب هنا لا، لحد ما في الاخر الله الديزاين ده عاجبني انا. وانس انا ساتسفايد، وانس غيري حد وعرضته عليه وكان فعلا ديزاين وبقى تمام وقال لي الدنيا تمام، خلاص قشطه انا هببلش. ولما تببلش ويجي لك الكومنتس الايجابيه ده يحفزك انك تتعلم اكتر واكتر واكتر، والعمليه بقى ايه تراكميه وموجوده. موضوع جميل جرافيك ديزاين ده، عاوز اللي يدخله يدخل ناس رايقه، داخل عشان اقضي وقتي في حاجه انا فعلا حاببها. الديزاينر بالمناسبه يعني كان في حد كان بيقول لي الديزاينر ده مزاجنجي بين قوسين، مزاجه مش رايق مش عارف يطلع لك الفكره اللي انت عاوزها، في مشكله عنده حاصله في البيت مش هتلاقيه بيأدي في الشغل احسن حاجه، في مش عارف ايه. الديزاينر هو كده، قعده في مكان رايق، كوبايه قهوه كوبايه شاي نعناع، ظبطه وروقه هو هيروق. ده الجرافيك ديزاينر. تمام. ندخل بقى على اهم كذا نقطه، كذا برنسبل اساسي موجود قبل ما نقول بسم الله يعني ايه ديزاين اصلا وندخل جوه.